وبشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الصهيوني وزيارته لأراضي السلطة الفلسطينية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من جنين رئيس مركز جنين للإعلام السيد عدنان الصباح. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. ملف الأزمة الفلسطينية كما يعني قالت وسائل الإعلام واحدة من شواغل أي ساكن للبيت الأبيض، إلى أي مدى تعتقد بأن بايدن فعلا منشغل بهذه الأزمة ومن الممكن أن يأتي بحل جديد بعد الجمود الحاصل في القضية الفلسطينية أو فيما يسمى بعملية السلام منذ عدة سنوات؟ أعتقد أن القضية الفلسطينية ليست في أجندة البيت الأبيض الأمريكي ولا في أجندة أي رئيس أمريكي حتى اليوم. الذي في أجندة هؤلاء هي المسألة الصهيونية ومصالح دولة الاحتلال وحمايتهم وتقديمهم ورفع مكانتهم وجعلهم باسم طبيعي في المنطقة. هذا هو الهدف الحقيقي لزيارة بايدن الحالية في المنطقة، ولا يوجد أبدا في حسبانه أي اهتمام بالموضوع الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية والمصالح الحيوية للشعب الفلسطيني وفي المقدمة حقه في تقرير مصيره وحريته على أرضه وكنس الاحتلال. فالموضوع الفلسطيني ليس في حسبان بايدن، بل بالعكس بايدن سيكرس خلال زيارته صفعة القرن التي بدأها سيد الصيد ترامب بزيارة القدس وبالتذكر لموضوع إعادة فتح القنصلية في القدس وبأحد اللقاءات التي سيجريها مع قادة دولة الاحتلال. نعم. وفي آخر اهتمامه ستكون زيارة طارئة وعفوية وسريعة لبيت لحم الفلسطينية، ولكنه سيأتيها من إسرائيل دون فيزا ودون استقبال كشخص قادم من جهة أخرى. إذن هي أقرب إلى المجاملة السياسية من كونها زيارة سياسية فعلية، يعني تحمل أبعادا ودلالات سياسية وكذلك تحمل حلحلة للجمود الحاصل وللموقف الذي تتبناه أمريكا وهو حل الدولتين كما قالت بأنه الحل المعتمد والوحيد للإدارة الأمريكية. هل هي كذلك؟ لا، الزيارة ليس الزيارة للأراضي الفلسطينية ضرر للرمادي في العيون، وليست أبدا على الإطلاق محاولة للحلحلة ولا حتى للمجاملة. الزيارة خطيرة، الزيارة قبل أن يصل إلى بيت لحم سيزور وهو تحت رفقة دولة الاحتلال وسلطة الاحتلال، سيزور مستشفى فلسطيني في القدس وهو مستشفى المطلع، وهو أعلن أنه سيقدم مساعدات المستشفيات الفلسطينية في القدس وتحت سلطة الاحتلال، ثم أنه واضح وأعلن الذي سيجري وقد قدمت إسرائيل مسبقا ماذا سيجري خلال زيارة بايدن 5500 تصريح لم شمل للعائلات الفلسطينية، فتح معبر أحد المعابر الفلسطينية وتقديم تسهيلات في موضوع الجيل الرابع للإنترنت. الشعب الفلسطيني لا يريد تسهيلات الجيل الرابع للإنترنت، والجيل الرابع للشعب الفلسطيني يدخل هذه الأيام أو بعد عام حسب تقديرات العلماء الاجتماع في تحت الاحتلال. لا نريد جيلنا الرابع أن يكون تحت الاحتلال، لا نريد مقابل جيل رابع للإنترنت أن يكون رابع الإنساني تحت الاحتلال. الجيل الخامس للإنترنت بدأ خلال 10 سنين، سنكون أيضا نطالب الجيل الخامس، هل سنقضي تحت الاحتلال مقابل الإنترنت؟ هل سنقضي تحت الاحتلال مقابل لم شمل؟ هل سنقضي تحت الاحتلال مقابل إزالة حواجز مقابل هذا الفتات من المساعدات أستاذ عدنان؟ وفي المقابل ماذا سيكون وقع الزيارة على الاحتلال الصهيوني؟ كيف سيستفيد الاحتلال من هذه الزيارة؟ الاحتلال كل زيارة جاءت أولا بفائدة الاحتلال. أولا الزيارة بدأت في القدس عاصمة دولة فلسطين لتكريسها كعاصمة لدولة الاحتلال. الزيارة تأتي تحضيرا لخلق حلف غير مقدس في المنطقة ضد إيران والمقاومة. الزيارة هذه سينطلق منها مباشرة من عاصمة دولة الاحتلال، من مطار دولة الاحتلال، من الأرض الفلسطينية المحتلة في اللد،
ليصل إلى جدة السعودية العربية المسلمة، وهناك سيلتقي قادة العرب والذين سيجتمعون به وسيأتون له، 9 من قادة العرب سيأتون له ليجتمعوا به، وفقط وهو سيعقد في القدس، في القدس سيعقد مؤتمرا افتراضيا، لقاء افتراضيا يضم دولة الاحتلال ويضم دولة الإمارات العربية المتحدة ويضم الهند. هذا اللقاء الخطير الذي كان يمكن له أن يعقده من واشنطن من البيت الأبيض، وهو لقاء افتراضي، أراد له أن يكون من القدس عاصمة فلسطين المحتلة. نعم. وهو بالتالي يريد أن يجعل أولا الهند جزء من هذه المعادلة سيئة السمعة الأمريكية، الذي يحاول جمع كل حلفائه وكل مؤيديه في مواجهة كل قوى الخير في العالم، في إضعاف روسيا وفي إضعاف الصين وفي محاصرة إيران. نعم. وفي عزل فنزويلا. نعم. وفي إلغاء دور هذا هو طيب. الذي يريد. استاذ عدنان، ماذا عن البيان الذي قالت مصادر صحفية بأن بايدن سيوقعه مع سلطات الاحتلال، بيان مشترك معها، عن يعبر عن التزام أمريكا بأمن الكيان الصهيوني كما كانت دائما ملتزمة بذلك؟ نعم، كما ذكرت حضرتك، كما كانت دائما ملتزمة، هذا التزام تاريخي، لا يريد توقيع ولا يريد اتفاقيات. اليوم زيارة بايدن يا سيدي، الذي أعلن فور وصوله إلى الحكم أنه يفكر بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس العربية، اليوم ألغى هذه الفكرة، اليوم هو يفكر في بناء سفارة أمريكية في القدس، وتكريس القدس كعاصمة لدولة الاحتلال الموحدة، والتي يجب أن تكون عاصمة لدولة فلسطين الموحدة. اليوم حين نستقبل بايدن في بيت لحم، نحن على هامش الزيارة لدولة الاحتلال، فهو نشرت دولة الاحتلال برنامج بايدن، جزء من البرنامج الذي نشرته دولة الاحتلال هي تفاصيل والتواريخ وساعات ودقائق زيارة بايدن لبيت لحم، وزيارة بايدن لمستشفى المطلع الفلسطيني، وزيارة بايدن للقدس. نعم. إذا دولة الاحتلال تكرس من خلال زيارة بايدن نفسها كمحتلة وكمسيطرة وكمسؤولة عن كل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس العربية المحتلة. اليوم يا سيدي يعلن عن 5500 تصريح لم شمل، يضم. نعم. يشمل قطاع غزة. ذكرتم هذا سابقا أستاذ عدنان. المهم الآن، ماذا تمتلك السلطة الفلسطينية من أوراق بين يدي هذه الزيارة؟ في الماضي عندما كان يأتي الرؤساء الأمريكيون في الماضي، كانوا يتحدثون في الشأن السياسي، كانوا يتحدثون في ما يسمى بتحريك عملية السلام، إحياء المفاوضات، وقف الاستيطان، ما إلى ذلك. اليوم نحن نتحدث، أو كما تفضلت، عن بضعة مساعدات لا قيمة لها، عن فتات لا قيمة له ولا يحمل أبعادا سياسية، بينما هناك نية للمستوطنين بإعلان مزيد من البؤر والمستوطنات بعد الزيارة. إذا قبلت وأتمنى أن لا يحدث، ولكن إذا قبلت السلطة الفلسطينية اليوم من بايدن أن يعلن عن تسهيلات ومساعدات وكلام فارغ كالإنترنت ولم الشمل ومساعدات المستشفيات في القدس، إذا قبلت السلطة الفلسطينية تكون قد قالت لبايدن نعم نحن نقبل أن كل الموضوع هو موضوع اقتصادي ومعطي تسهيلات حياتية للفلسطينيين، وأنت تعلم وكل العالم يعلم أن التسهيلات الحياتية للفلسطينيين تعرفها جميل أكثر من غيري، على سبيل المثال بعدد الشهداء المتواصل والذي لا يتوقف، ونهر الدم الذي لا ينقطع لأبنائنا وشبابنا الفلسطينيين، يعرفها الشعب الفلسطيني بعدد المستوطنات التي يتزايد، يعرفها الشعب الفلسطيني بالأراضي التي تصادر، يعرفها الشعب الفلسطيني بعدد البيوت التي تهدم، يعرفها الشعب الفلسطيني بعدد المعتقلين الذي لا يمر ليلة واحدة. طيب اسمح لي هنا سيد عدنان، يعني اسمح لي هنا، إذا كانت السلطة عليها ألا تقبل بهذا الفتات، وعليها أن تهتم بما هو أكثر من ذلك، وقد جاءت إدارة الرئيس السابق ترامب وذهبت، وجاءت إدارة جديدة وربما تذهب بعد سنوات دون أي حراك حقيقي في الملف السياسي، ما قيمة هذا الخيار الذي ما زالت السلطة تتبناه وبين يديها الكثير من الأدوات التي هددت بها كثيرا في السنوات السابقة، هددت بها الاحتلال؟ يعني لماذا لا تقوم مرة جديدة باستخدام هذه الأدوات؟
للأسف هي كبلت يديها، السلطة الفلسطينية كبلت يديها مسبقا، وللأسف ليست السلطة الفلسطينية وحدها، اليوم منظمة التحرير الفلسطينية كبلت يديها بالإعلام الدائم والمتواصل عن أن المفاوضات هي الطريق الوحيد. لاحظ عشان نتحدث عن المفاوضات، نحن نقول عن لا مفاوضات، المفاوضات الغير قائمة، المفاوضات الغير موجودة، المفاوضات المنتهية، المفاوضات الفاشلة، أن التفاوض هو الطريق الوحيد للتعاطي مع دولة الاحتلال. فما زالت دولة الاحتلال لا تريد هذه المفاوضات أن تكون، وما زالت دولة الاحتلال ترفض هذه المفاوضات، وما زالت دولة الاحتلال تعلن مسبقا على لسان بنت وقادتها أن لا دولة فلسطينية ولا حلول سياسية ولا مفاوضات سياسية مع الجانب الفلسطيني. فعلى ماذا نراهن؟ المفروض على السلطة الفلسطينية وتحديدا على منظمة التحرير الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن تلتحق اليوم وأن تعود إلى دورها ومكانتها الحقيقية بالمقاومة. لا بديل عن ذلك، لأن دولة الاحتلال أعلنت لهم، قالت لهم لا حلول سياسية لكم. نعم. لعلهم يلتقطون هذه الرسالة. أستاذ عدنان الصباح رئيس مركز جنين للإعلام، شكرا جزيلا لك.